قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور والصلاة على محمد أنارت للقلب نور نور خير الخلق فينا كأمواج البحور. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى، حمدا طيبا ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن مشايخنا جميعا في الله، وعن أولياء الله في السالفين والخالفين، وعنا وعنكم وعن إخواننا وأحبابنا جميعا في الله. اللهم إنا قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ومن علمنا إلى علمك، ومن إرادتنا إلى إرادتك، فأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا. أما بعد، فكنا قد انتهينا في الحكم العطائية من قوله رضي الله عنه: لا تترقب فراغ الأغيار، فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه، أي لا تنتظر أن تتفرغ مما شغلت به من أمر من الأمور الدنيا التي يمكن أن تشغلك عن حضرة الحق جل وعلا، فلا تنتظر فراغك حتى تقبل عليه، فإن ذلك يقطعك عن مراقبة الحق تعالى فيما أنت مقيم فيه. بل على العكس، إن شغلت بأمر من الأمور فاعلم أن ما هو وارد أورده الله عليك فما هو واجب الوقت، ما هو واجب الوقت فيما أقامك فيه وفيما ورد عليك به، كما قال في حكمة أخرى: إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارد. فإن أقامك في مقام انشغلت به، مقام الغنى، ورد عليك بمال أو بمنصب، وقد يرد عليك بابتلاء من مرض أو فقر أو غير ذلك، فماذا يجب عليك في هذا المقام؟ هنا يجب أن تتذكر الله عز وجل وتبحث عما يجب عليك في هذا الوقت بالذات. فإنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارد، فكيف تنصرف عن مراقبته والقيام بواجب الوقت فيما أقامك فيه انشغالا بهذا الوارد أو انشغالك فيما ورد عليك؟ بل على العكس، أنه يجب أن تقوم بواجب الوقت فيما أقامك فيه. ثم ينتقل بنا في حكمة اليوم، فيقول: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار. لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. لا تستغرب وقوع الأكدار من الكدر ما دمت في هذه الدار، دار الدنيا، فإنما هي دار بلاء. فما أبرزت، ما أظهرت فما أبرزت
ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها، والفرق بين الوصف والنعت يقول بعض العلماء: الوصف يكون بالأمور اللازمة، والنعت يكون بالأمور العارضة. يعني إيه؟ العارضة أي الطارئة، الأمور اللازمة يعني أن تصف واحد تقول أنه أبيض أو أنه أسود، أن تقول أنه طويل أو أنه قصير، هذا وصف لازم. أما العارض تقول أنه مريض، ده نعت عارض، أي نعته بأنه عارض، لأن المرض ليس شيء لازم في الإنسان وإنما هو عارض، أنه مريض أو أنه صحيح أو أنه في حالة حزن أو دائم الحزن مثلا أو الفرح وغير ذلك. فالمراد هنا بالأوصاف ما يتكرر وقوعه كالموت والأمراض وما يقع كثيرا، وبالنعوت ما يقل وقوعه في العادة كالفتن والهرج والزلازل، لأنهم يقولون الأوصاف لوازم والنعوت عوارض. وقال البعض الآخر: إنما الوصف والنعت شيء واحد. ومولانا الشيخ ماء العينين الشنقيطي له كتاب سماه نعت البدايات ووصف النهايات، أو العكس، وصف النهايات ونعت البدايات، أنا مش متذكر بالضبط عنوان الكتاب، لكن في هذا وصف البدايات ونعت النهايات أو نعت البدايات ووصف النهايات، وقيل شيء واحد وهو الأصح. يبقى الشيخ ابن عجيبة يقول أن الوصف والنعت شيء واحد، لا تفرق بين اللازم والعارض منه. المهم عندما يقول الشيخ: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، فما أبرزت ما أظهرت إلا واجب نعتها، إلا واجب نعت، إلا واجب، إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. أي من آداب المريد الصادق، من آداب العارف بالله تعالى، ألا يستغرب شيئا مما يرد ومما يحدث، لأن ما يحدث ليس إلا تجليات الحق جل وعلا، كما قلنا في الحكمة السابقة: إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارد. فهو استكمالا لهذه الحكمة، أن ما يحدث في هذه الدار لا تتعجب ولا تندهش ولا تستغرب منه، لأن الذي يحدث إنما هو تجليات الحق جل وعلا، ولا يتعجب من شيء منها كائنة ما كانت جلالية أو جمالية، لأن تجليات الحق سبحانه وتعالى إما تجليات جلال وإما تجليات جلال جمال، لأن الحق أوصافه إما أوصاف جلال وإما أوصاف جمال. أوصاف الجمال كالرحمة والمغفرة والشفقة والمودة، هو الودود سبحانه وتعالى، وهو الرحمن وهو الرحيم وهو الكريم وهو الغفور، دي أوصاف الجمال. هذه الأوصاف لها تجليات، هذه التجليات لها آثار في عالم الخلق مقابل الجمال الجلال سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، هو القاهر والقهار وهو الجبار،
هذه الأوصاف وهو المتكبر، هذه الأوصاف أوصاف الجلال لها تجليات في عالم الخلق ولها آثارها في عالم الخلق. والجمال وحده نقص، والجلال وحده نقص، والجلال مع الجمال كمال سبحانه وتعالى. الجلال مع الجمال كمال، فسبحانه عز وجل. ولذلك في السلوك في الطريق تجليات الحق التي ترد على العبد، الخواطر التي ترد على قلب المريد أيضا إنما تعكس تجليات الجلال والجمال. ولا يمكن أن يظل المريد دائما بتجليات الجلال ولا دائما بتجليات الجمال، وإنما هو يتقلب بين أوصاف الجلال والجمال ليرتقي منها إلى الكمال. ولذلك يقول ابن عطاء الله في حكمة ربما ترد: قبضك جلاله، هو القابض، قبضك كي لا يتركك مع البسط، وبسطك جمال كي لا يبقيك مع القبض، وأخرجك عنهما كي لا يبقيك لشيء سواه الكمال. يتقلب بين أوصاف الجلال والجمال، وأخرجك عنهما كي لا يبقيك لشيء سواه. فالعارف لا يستغرب شيئا من تجليات الحق ولا يتعجب من شيء منها كائنة ما كانت، جلالية أو جمالية، فإن نزلت بها نوازل قهرية أو وقعت في هذه الدار أكدار وأغيار جلالية، فإن نزلت بها نوازل قهرية أي في الباطن، يرد على المريد في باطنه أو على العارف تجليات في الباطن من جلال القهر، قهرية. أو تقع آثار هذه التجليات في الدنيا من البلايا والمحن التي يمكن أن يتعرض لها العبد، أو وقعت في هذه الدار أقدار وأغيار جلالية، أي لصفات الجلال تقع في الدنيا للعبد من محن أو ابتلاءات أو أمراض أو فقر أو غير ذلك، فلا يستغرب وقوع ذلك، فلا يستغرب وقوع ذلك، لأن تجليات هذه الدار جلها جلالية في مجملها كده. تجليات دار الدنيا إنما هي دار ابتلاء، حتى ما يظهر في ظاهره منها أنه جمال إنما هو مقصود به الابتلاء والاختبار والامتحان. قد يرد المال للعبد فيصبح غنيا، فهل يا ترى هذا المال فيه نفع له وفيه خير له أم فيه ضر؟ فهو اختبار. قد يرد على العبد منصب يقيمه فيه سبحانه وتعالى في مقام العز، هذا في ظاهر الأمر، وقد يكون في باطنه ابتلاء. فهذه الدار جل تجلياتها إنما هي جلالية، لأنها دار أهوال ومنزل فرقة وانتقال. عش ما شئت فإنك مفارق، في نهاية الأمر دار مفارقة ودار انتقال. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض خطبه: أيها الناس، إن هذه الدار دار التواء، أي هلاك، لا دار استواء، ومنزل طرح
لا منزل فرح، طرح يعني حزن، لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخائها، فمن عرفها لم يفرح لرخائها، ومن لم يحزن لشقائها، عفوا، فمن عرفها لم يفرح لرخائها ولم يحزن لشقائها. ألا وإن الله خلق الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى، فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة، ما يصيبه من نصب أو صخب أو مرض، حتى الشوكة يشاكها المؤمن، فإنما هي له في ثواب الآخرة. فجعل خلق الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى، فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا، وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي، يأخذ من الدنيا بلاء، يعني يرد عليك بالبلاء، أي يأخذ منك، لأن البلاء منع، منعك من مما يظهر لك أنك أنه خير. كما قلنا ربما امتحنك فمنحك، وربما منحك فامتحنك، وربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. والعطاء الحقيقي هو الفهم عن الله تعالى. فيأخذ كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي، وإنها لسريعة التوى الدنيا وشيكة الانقلاب، فاحذروا حلاوة رضاها، عفوا، فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة فطامها، فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة فطامها، واهجروا لذيذ عاجلها لكربة آجلها، ولا تسعوا في عمران دار قد قضى الله خرابها، ولا تواصلوها وقد أراد الله منكم اجتنابها، فتكونوا لسخطه متعرضين ولعقوبته مستحقين. وقال الجنيد رضي الله عنه: ليس أستبشع مما يرد علي من العالم الأدنى، عفوا، ليس أستبشع مما يرد علي من العالم، لأني أصلت أصلا، وهو أن الدار دار هم وغم وبلاء وفتنة. ليس أستبشع، لا يستغرب ولا يستبشع ولا يستكبر ولا يتعجب ولا يندهش مما يرد علي من العالم، لا أستبشع ذلك، لأني أصلت أصلا في حياتي وفي سلوكي مع الله عز وجل، أصلت أصلا، وهو أن الدار، أي هذه الدار، دار الدنيا، دار هم وغم وبلاء وفتنة، وأن العالم كله شر، ومن حكمه أن يتلقاني بكل ما أكره، فإن تلقاني بما أحب فهو فضل، وإلا فالأصل هو الأول. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة.